دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. سعر الدولار الأمريكي سعر البيع 19.41 والشراء 19.34، اليورو سعر البيع 19.40 الشراء 19.31، جنيه استرليني سعر البيع 22.42 والشراء 22.33، الفرنك السويسري سعر البيع 20.19 والشراء 20.9 من 10، اليوان الصيني سعر البيع 2.78 والشراء 2.77، ريال سعودي سعر البيع 5.16 والشراء 5.14، دينار كويتي سعر البيع فيه 62.89 والشراء 62.62، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع 5.28 جنيه والشراء 5.26 جنيه. دلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 954 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق 1113 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق النهاردة 1272 جنيه، والجنيه الذهب أخيرا سعر السوق 8904 جنيه. ونرجع لشاذلي ومنا مرة تانية. شكرا ليكي.